تمكنت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني من إخلاء 16 شخصا، وذلك بعد السيطرة على حريق اندلع صباح اليوم السبت في عدد من المستودعات تحتوي على مخلفات بلاستيكية وخشبية بمنطقة السكراب في المحافظة الجنوبية. وأشارت الإدارة إلى أن غرفة العمليات الرئيسية كانت قد تلقت بلاغا بالحريق الساعة 2 صباحا، وقد وصلت فرق الدفاع المدني للموقع خلال دقائق من تلقي البلاغ، وباشرت عمليات إطفاء الحريق ومنع انتشاره، حيث لم يسفر عن أي خسائر بشرية، فيما قام رجال الدفاع المدني بعملية التبريد اللازمة منعا لتجدد الحريق مرة أخرى.